أنا ابني وقت اللي قتل هذا بالطيارة حطوه بالبراد، هو 11 شاب كل النهار وكل الليل، ولاخذنا ندفنه. واحد بقول الحمد لله دفننا موتانا، شو الوضع اللي احنا فيه حتى نقول هالكلمة؟ وقت النوى الحزب يفوت ياخذ القصير، قعدنا الصبح الساعة 8 ما حسينا الا القصير ضبابي بيضة بالدقيقة 100 قذيفة، ضبابي ضبابي بيضة، نظامي. قعدنا نطلع ببعضنا ونتخبى مع الحيطان ونزلنا على الملاجئ نركض، لحق ما لحق مات بالطريق، يعني شيء لا يوصف بالعالم كله، يعني بقولوا بالبوسنة والهرسك ما بعد بجوز أكثر صعب القصير. خربوا القصير ودمرونا وسرقوا أرزاقنا، عينك. وقت طلعنا من القصير أنا طلعوا الشباب وأنا مع الشباب طلعت، ولحد الآن إن 10 سنين مشردين وما ضل محل بالحر وما برمنا فيه، وهلأ قاعدين بهالمخيم. ووقت النزحنا بهالوقت هذا كمان قتلوا ولاد 2، بنت وولد كمان قتلوا بخان العسل، والله يرحمهم ويتقبلهم، الحمد لله رب العالمين.